pour traduire sa politique économique et sociale. Une loi qui تتعقدها مؤسسات روابط لينكس باش نتكلموا على الإكراهات الاقتصادية التي عرفها المغرب والمستجدات كذلك على ضوء قانون المالية ديال سنة 2023. تعرفوا أن المواضيع اللي ذكرناها في لجنة المالية في أثناء الدراسة والتصويت على هذا القانون معروفة. الحكومة جات برؤية من أجل تعزيز وترسيخ ثوابت الدولة الاجتماعية، وهادشي بان من خلال زيادة في المخصصات للقطاعات الاجتماعية ولا سيما التعليم والصحة. ثانيا من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني المشغل وعن طريق الاستثمار، وجات المخصصات لصالح هذا الدعم الاستثمار الوطني الخاص خاصة في حدود 3.3 مليار درهم. وأخيرا أننا نشوف بعض القانون المالية جاء باش يشوف بعض الإكراهات اللي أملتها الظروف الجيوستراتيجية وأيضا المناخية، منها هاد الندرة ديال المياه والتخصيص ديال واحد 10 مليار ديال الدرهم من أجل مواجهة هاد الآفة، وثانيا المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما وأن كاين واحد التضخم مستورد جاي نتيجة الاضطرابات اللي عرفتها السلاسل الإنتاجية بعد الارتداد الاقتصادي بعد جائحة كوفيد، وأيضا وخاصة الظروف الجيوستراتيجية والحرب الروسية الأوكرانية. إذن احنا اليوم في إطار انفتاح الجامعة وعلى الطلبة وعلى الأكاديميين غادي نتقسموا بعضهم بدون يعني انتماء سياسي الأفكار اللي كسياسيين ولا كفاعلين اقتصاديين، الأفكار اللي تجعل من المغرب اليوم هو في واحد مفترق الطرقات، واللي إن شاء الله تنظروا إلى المستقبل بواحد تفاؤل كبير إن شاء الله. هذه الدول العلمية اللي كينظمها المركز ديال لينكس هي واحد الدول اليوم اللي هي أساسية وجوهرية، كتمحور حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي وحتى الواقع ديالها على المستوى الوطني، علاقة بطبيعة الحال بمشروع قانون المالية سنة 2023. إذا عندنا مجموعة من المتدخلين، منهم أنا كممثل المركز المغربي للحكم والتسيير، معنا رئيس اللجنة ديال المالية ديال مجلس النواب، ومعنا عضو أيضا من المعارضة، وحنا يعني جميعا غادي نناقشوا يعني بطريقة علمية بطريقة موضوعية الواقع ديال القانون المالي الحالي 2023 يعني على المجتمع ومجموعة ديال التوصيات والإجراءات اللي خصها تكون باش أننا نواجهوا ما يعرفه يعني المغرب من تقلبات لا على المستوى الاقتصادي لا على المستوى الاجتماعي، من أن هناك واحد مجموعة من التحديات اليوم، التحديات البيئية المرتبطة بالماء، يعني المناخ ديال الأعمال المتضرر، نسبة يعني مرتفعة الإفلاس ديال المقاولات، نسبة البطالة أيضا اللي هي جد مرتفعة. إذا هناك مجموعة من الإكراهات يعني الاجتماعية والاقتصادية، وجميعا غادي نناقشوا هذه الأمور هذه وغنحاولوا نشوفوا واحد التوصيات اللي يمكننا يعني تمكن المغرب باش انه يعني يتجاوز هذه السنه الصعبه اللي هي واحد السنه عندها تحديات كبيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في احسن الظروف.